هذا يعود إلى سياسة بايدن. عندما وصل إلى البيت الأبيض في اليوم الأول قرر تخفيض إنتاج النفط في الولايات المتحدة، لأنه يعتقد بأن إنتاج النفط يضر بالبيئة، وكأنه إنتاج النفط بالسعودية أو بروسيا لا يضر بالبيئة، ولكن هذه هي قناعته. هذا أدى إلى زيادة أسعار النفط في الولايات المتحدة، لأنه بدأت الولايات المتحدة تستورد النفط من الخارج. هذا زيادة أسعار النفط بأمريكا زاد سعر كلفة إنتاج البضائع في الولايات المتحدة وشحن هذه البضائع. مثلا التراك اللي بيجي من كاليفورنيا إلى نيوجيرسي محملا ببضائع من كاليفورنيا أصبحت تكلفة هذه البضائع غالية، لأنه زيادة أسعار النفط ارتفعت. إذن عندما ترتفع أسعار النفط في أمريكا ترتفع الغلاء، يشمل المواد الغذائية وبقية المواد، وهذا ما يحصل في الوقت الحاضر. هذا يضر ببايدن في الانتخابات، لأنه بالنتيجة الشعب الناخب الأمريكي يصوت بحسب وضعه الاقتصادي، والوضع الاقتصادي في الوقت الحاضر سيء جدا. وكاميلا هاريس تعتبر تتمة لجو بايدن لأنها هي نائبة الرئيس، فإذا هي مسؤولة عن الغلاء في الولايات المتحدة. لذلك أعتقد بأن حظوظ ترامب في الفوز في الانتخابات هو جيد في الوقت هذا، على الرغم من أنه استطلاعات الرأي تشير بأنه متقاربين جدا. طيب، ولكن الرأي العام في أمريكا يميل نحو ترامب.